جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. نرجع نحكي على العقد الاجتماعي او الاتفاق بين الاطراف الاجتماعيه، الحكومه والجي تي تي والجيكا، باعتباره اتفاق بينكم انتم كحكومه وبين الاطراف النقابيه. يتناول العقد هذا مساله القاعده اللي يتم على اساسها التفاوض مثلا في مساله الاجور بلغه اخرى او بمعنى اخر الطريقه اللي يتم على اساسها المفاوضات؟ لا، هي المفاوضات الاجتماعيه راهي اما مقننه في تونس، موجوده في القانون التونسي، في التشريع التونسي، التشريع الوطني، وكذلك احنا مصدقين على اتفاقات دوليه في التشريع الدولي. اللي التفاوض هو ما بين الطرف النقابي الاكثر تمثيل في سواء من ناحيه العمال او من ناحيه الاعراف، معناها لان حتى النقابات حتى الاعراف يسمون نقابات اكيد. اذا كان المشغل قطاع الخاص، هنا مساله تولي ما بين المنظمة الأعراف الأكثر تمثيل ومنظمة العمال الأكثر تمثيل. وإذا كان المشغل هو الدولة، أنا القطاع العمومي، يولي الطرف اللي يمثل الأعراف هو الحكومة. معنى هنا التفاوض مقنن وما يطرح حتى إشكالية، معناها والأمور قاعدة تسير بصفة طبيعية، موش هذا مش تغير، هذا ما مش تغير في شيء، لأن المتفقين كسوا على مستوى الوطني أو حتى التشريع الدولي ينص على هذا، وماهوش محل لا خلاف ولا مراجعه. انا اللي قصدته بالسؤال هذا السيد الوزير في مساله المفاوضات حول الزياده في الاجور، معناتها بالتحديد اللي نعرفوه المفاوضات ديما حول الزياده في الاجور مربوطه بالزياده في الاسعار، يعني تكون فما زياده في الاسعار الاطراف النقابيه تحاول تتفاوض حول الزياده في الاجور. فما شكون ينادي من الخبراء اليوم يقول القاعده الاساسيه اللي نعتمدوها في المفاوضات حول الزياده في الاجور علاش ما تكونش مربوطه بالانتاجيه؟ معناها الترفيع في الأجور يكون على أساس تحسين الإنتاجية. شوف، المفاوضات المفاوضات هي حرة، كل طرف باش يقدم معناها ليزارغيمون، نقولوا احنا اللي 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 الدافع على موقف. بطبيعة الحال كي نشوفوا طرف العمال ماهوش رافض الموضوع هذا، واللي أكد اللي ثم فيه توا اتفاق حصل ما بين لوجستي والوتيكا والحكومة، اللي عملنا لجنة اسمها لجنة الانتاج والانتاجية، وقاعدة تجتمع بصفة عادية ومنتظمة، معناها بإشراف في وزارة الشؤون الاجتماعية، ونحضرها أنا شخصيا. ليش؟ لأن الأطراف الاجتماعيين مقتنعين أن الزيادة في الأجور أو الأجور بصفة عامة يلزم ما تكونش مرتبطة فقط إلا بالإنفلاسيون، يجب أن تكون مرتبطة كذلك بالإنتاج والإنتاجية. وهذا متفقين عليه الأطراف، واللجنة هذه مطالبة أنا باش تقدم تقرير في شهر أكتوبر كآخر أجل، باش تعرض فيه المقترحات كيفاش يكون التصور والتعامل بين الأطراف الاجتماعية الثلاثة والمستقبل. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.